إلهي وتنحي هل لا حاجة فبان حرفان بطلت ومثل قطن غير تحريم فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المكتوب منها الصلاة التي شرع في قراءته في قراءتها مكانها وقبله يعود فيأتي به وبما بعده وبعد سلام فكثرت ركعة وإنها بعد التشهد أو بعد التشهد أول ناسيا لزم رجوعه وكلها إن استتم قائما وحرم وبطلت إن شرع في القراءة لا إن نسي أو جهل ويتبع مأمور ويجب السجود لذلك مطلقا ويبني على اليقين وهو الأقل وهو الأقل من شك من شك من شك في ركن ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدل والله أعلم. سجود الشهوة أحد جوانب الصلاة الصلاة لها ثلاثة جوانب الجانب الأول الذكر بعدها الجانب الثاني سجود السهو الجانب الثالث صلاة التطوع والسهو له ثلاثة أسباب الزيادة أو النقص أو الشك الزيادة يقسمها العلماء رحمه الله تعالى إلى أربعة أقسام اسم الأول زيادة أقوال من جنس الصلاة القسم الثاني زيادة أقوال من غير جنس الصلاة القسم الثالث زيادة أفعال من جنس الصلاة القسم الرابع زيادة أفعال من غير جنس الصلاة والذي يشرع له سجود السهو هو ما